تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع. نعم. تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع. هو الحدود من الشرع. نعم. الأخ يقول تبديل الحدود لا يدخل تبديل الشرع. الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به فلا داخل في تبديل الشرع. والتبديل غير الترك التبديل. يعني من بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك يقول الله جل وعلا إنما النسيء زيادتهم في الكفر. فإذا زاد التبديل زاد التغليظ، ولا فالحكم يبقى هو هو. لأن كون الإنسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون كفر. أما كون يبدل شرع الله يبدل شرع الله هذا لا نزاع بين الأئمة بأنه كفر. ذكرت لكم كثيرا قول أبي محمد بن حزم، محمد بن حزم يرى أن من حكم بشيء من الإنجيل وترك حكم الله أنه كافر مرتد، يقول لا يختلف ذلك اثنان من المسلمين. هذا هو الآن حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ وترك حكم الله الناسخ فيرى ردة بالإجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية وقضية التبديل، الترك هو أن يأتي إليك أن يكون هناك قاضي أو هناك حاكم وترفع إليه قضية فيها قتل لقريبه أو قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد دون أن يستحل ذلك. هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء، وهي التي قال عنها الأئمة كفر دون كفر، لأنه لم يرتكب هنا شيئا يناقض أصل الإيمان. ولا أعلم أحد من العلماء قال بأن هذه الصورة بأن كفر أكبر. وأما التبديل فإنه يجعل هذا شرعا للناس، فهو عطل من جهة وشرع من جهة أخرى، وبدل من جهة وشرع من جهة أخرى. مثل أن يأتي إلى حكم الله بالقصاص، الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فيأتي لهذه الحدود فيلغيها ويقول نضع عوضا عن القتل حبسا، وعوضا عن السرقة غرامة مالية. فهذا بدل حكم الله، وجعل هذا هو مفروض على الناس، وألغى شرع الله بالكلية، وألغى شرع الله في القضية هذه بالكلية، وقال للناس هذا تتعاملون به وهذا اللي نشرعه لكم. وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا، لأن الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا من جنس شرك المشركين اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطي عدة ما حرم الله. فسمى الله جل وعلا كفرا فقال إنما النسيء زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين التبديل والتشريع. التشريع والتبديل كفر. ذاك بعض الجهال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية ويفرقون بين القليل والكثير، والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير. فهذا من جهل أصلا ما فأفهم، هذا ما يفهم الفرق بين القضية العينية في الترك والقضية العينية في التبديل. القضية العينية في التبديل كفر، من قال أن نفرق بين مسألة ومسألة أو نفرق بين مسألتين وثلاث وأربع؟ بقدر ما يزيد بقدر ما نكفر بقدر ما ينقص لا نكفره، هذا لا أصل له. فالتبديل كله كفر في واحد أو في عشر، كل هذا مناقض لأصل الإيمان، مناقض لأصل الإيمان، ولكن ما يفرق فيه. أما الترك فنعم، ولا ما ورد فيه أنه يكفر كفرا أكبر، لأنه لم يأتي بما يناقض أصل الإيمان. مع أن التفريق بين القليل والتكثير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة، كترك الصلاة مثلا
ترك الصلاة، العلماء في كفر ترك الصلاة مذاهب، منهم من قال من يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية، ومنهم من قال أنه لا يكفر، أنه يكفر لو ترك صلاة واحدة، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره، وهذا الذي يحكيه ابن حزم أنه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر إذا كان الترك غالبا عليه، إذا هذه مذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل الكمية والكيفية، لكن نحن لا نفرق بقضية التبديل، لا نفرق بين مسألة أو يحكم بعشر مسائل، بحيث إذا حكم بعشر مسائل كفرناه، إذا حكم بقضية قلنا ما نكفره، هذا بدل دين الله، هذا مشرع، وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين، فهو في حالة وجود التبديل، في حالة وجود التشريع، فإنه يكفر ولو كان في مسألة واحدة، ويدخل في قول ابن تيمية رحمه تعالى أو بدل الشرع المتفق عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، ويدخل في قول ابن حزم بأنه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، ويدخل في قول إسحاق بن راهوي من رد شيئا مما أنزله الله أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. تقليل التعزيرات يعني مو الحدود، ما وصل إلى أنه يعني ما ثبتت عليه فاكتملت مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل، فكل من كان دون ذلك من التعزيرات تقنينها بحد، سواء كان في شيء مثلا من أقوال الفقهاء أو عام مثلا تقنينه من الدولة غرامة مالية أو ما شابه. التعزيرات تختلف عن الحدود، نحن تحكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة، ولا قيدناها قلنا حرم الحلال المتفق عليه أو حرم الحلال أو بدل الشارع المتفق عليه، والتعزير غير متفق عليه بين العلماء، من العلماء يرى التعزير بالعقوبات، ومن العلماء لا يرى التعزير اصلا، وهذا يختلف حيث التنميه وحيث الكيفيه، فكل الشخص ياتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر، بل قد لا يكون عاصيا في حالات، لان هذا راجع الى السياسه الشرعيه والى المصلحه العامه، ولكن الافضل لا تقنن التعزيرات، وان هذه الامور راجعه الى اجتهاد الحاكم واجتهاد القاضي الموكول إليه القضية والمسألة، فيحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده، فقد يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الآخر بالحبس سنتين، وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث سنوات ويعزر هذا بالحبس أربع سنوات على حسب ما أرى، فحين نربط نحن بنظام معين وبشيء مقنن معنى ذلك أن نفرض رأيا عليه، وهذا ليس كفرا، أنا أخذ رأي اجتهادي ولا في مخالفة لشرع الله في الأصل، وإنما المخالفة لرأي القاضي أنك تفرض عليه رأيا أنت تراه قد لا يكون هو يراه، كان المفروض أن لا يفعل هذا، لأن القاضي قد يكون هو لعاشر القضية والباشر المسألة، قد لا يرى أن هذا التعزير يناسب القضية، وقد يرى أن التعزير في مبالغة، وقد يرى أن التعزير أقل مما يستحق، فهو يعالج القضية على حسب ما يراه في مسألة التعزير، فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن، لكن لو قلنا كما تفضلت لا تبلغ مبلغ الكفر.